ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في الصيام أنه يظن أنه بمجرد ما يخرج الطعام من معدته أنه قد أفطر، ما خرج من غير استدعاء منك فلا يؤثر. المفسد للصوم من التقيؤ إذا تعمدت إخراجه، أما إذا لم تتعمد فلا إشكال. يعني أنا صائم واستفرغته فلا إشكال في هذا، ليس باختياري. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند وسنن أبي داود وغيره، قال من ذرعه القيء يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي.